للتسليمة لإمام رضا موالو كيكون اللون ديالها هو الوردي لدى المريضة اللون ديالها أحمر يعني كتعرف مريضة يعني عامرة بالدم يعني كاملة ممكن تعرفو ممكن تشوف المرايا وتعرف بلي راهي واش اللدة ديالك مزيانة ولا لا غتشوف المرايا وغتشوف اللون ديالها باينة ولا لا إذا لقيتها حمراء يعني شنو لقيتها وردية يعني شنو دكتور محمد أملال رئيس نقابة أطباء الأسنان السوس دونك كما تتشوفوا اليوم هو اليوم العالمي سميتو الوقاية من أمراض الفم والأسنان دونك استغلينا هذه الفرصة هذه كنقابة أطباء الأسنان بشراكة مع الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان دونك استغلينا الفرصة باش نضموا هذا اللقاء التواصلي والتوعوي مع ساكنة أكادير وتم التركيز على الأطفال والشباب لأنهم هما المستقبل ديال البلاد دونك كما قلت الهدف الرئيسي هو توعيتهم وتعريفهم بالخطورة ديال عدم تنظيف الأسنان والأمراض اللي تقدر تدي والأمراض اللي ممكن الأمراض اللي تتقيس الجسم اللي تتكون عندها واحد تأثيرات كبيرة على الجسم وهاد الحويجات هذه باش يتم الاهتمام بالأسنان ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة نازيك السملالي طبيبة في جراحة الأسنان بمدينة أكادير. نقابة أطباء أسنان بسوس تنظم بشراكة مع الجمعية المغربية الوطنية لصحة الفم والأسنان فرع أكادير واحد التظاهرة اللي هي كتعتبر توعوية وتحسيسية لفائدة ساكنة أكادير وبالأخص الأطفال. هي هاد الجمعية كتقوم بواحد العمل جبار لأنها كتمس واحد الشريحة اللي مهمة في المجتمع ديالنا اليوم الأطفال فلذات الأكباد ديالنا وتنعرفوا بأن الأطفال هما اللي كيوصلوا المعلومة للمحيط ديالهم وصحابهم والأهل ديالهم وما نساوش بأنه وراء صحة الفم والأسنان من صحة الجسم. وفي هذا الإطار تقدمت شروحات من طرف أعضاء الجمعية مشكورين كيشرحوا للأطفال كيفاش يغسلوا سيناتهم وكيفاش ينظفوهم وأيضا توعيهم بالنوع ديال التغذية السليمة وكيعطيهم معلومات وشروحات فيما يخص أمراض اللثة وأمراض الأسنان. وبهذه المناسبة كنشكروا جماعة أكادير اللي وفرت لنا هذا الفضاء الجميل باش تنجح هذه التظاهرة ديالنا وأيضا كنشكر السلطات المحلية على البادرة الطيبة ديالهم والحمد لله هذا النهار كيصادف النهار ديال رمضان الشهر رمضان الكريم وكنتمنوا لكم شهر مبارك كريم إن شاء الله. دكتورة جماعة يسمي طبيبة جراح الأسنان بمدينة أكادير وعضو نقابة أكادير لأطباء نقابة سوس لأطباء الأسنان وعضو الجمعية المغربية للوقاية وقاية الفم والأسنان. اليوم بكورنيش مدينة أكادير كنخلدوا الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان. هاد السنة هذه الشعار ديال الاحتفال اللي وضعوا الاتحاد العالمي لطب الأسنان هو فم سعيد جسم سعيد. السعادة هنا بمعنى السلامة والصحة والعافية ديال الفم والأسنان. فكيف كتعرفوا أن الفم والأسنان عندهم أهمية كبرى لأن الفم هو البوابة ديال الجسم وأي حاجة كتدخل الجسم هي عن طريق الفم. فالأمراض كلها اللي كتكون في الفم والأسنان يقينا عندها يعني مضاعفات على جميع أعضاء الجسم بشكل أو بآخر. لهذا احنا هنا اليوم باش نقوموا بواحد حملة توعوية تحسيسية لساكنة مدينة أكادير والنواحي باش نحاولوا ما أمكن أننا نديروا واحد الدعم لمستوى الوعي بمشاكل وأمراض الفم والأسنان وأيضا طرق الوقاية منها. فاللي كنعرفوا جميعا ان لا فيديراسيون دونتير انترناسيونال اللي هي اللي كترعى هذا الاحتفال هذا وهذا اليوم العالمي فهي عطات هذا العام مجموعه ديال التوصيات كيف جميع السنوات الماضيه الا انها هذه السنه عطات توصيات بشكل قوي بخصوص مسائل اللي كتهم صحه الفم والاسنان حيث اعتبرت ان صحه الفم والاسنان هي اولويه وهي حق انساني لكل فرد. اود التنويه
بواحد المساله اللي هي مهمه واللي بادره طيبه قامت بها نقابه اطباء الاسنان لسوس حاليا في منطقه اكادير وانزكان وايت ملول، وان شاء الله غادي يتم تعميم هذه التجربه في اطار يعني مساعده جهود الدوله في محاربه الممارسه اللامشروعه لطب الاسنان. فاحنا ايضا كافراد وكنقابه وكمهنيين تنقدموا يد العون للدوله في هذه المساله هذه بفتح باب يعني تقديم خدمات مستعجله طب الاسنان ايام السبت والاحد والعطل من 10 صباحا الى 5 بعد الزوال، وذلك بتمكين الناس من رقم هاتفي يعني نضعه رهن اشارتهم. الناس اللي عندهم يونيرجونس ميديكال ما غاديش يكونوا يعني مضطرين يتسناو نهار الاثنين ويدوزوا واحد الويكند اللي هو عصيب، وهنا غنعاودوا نرجعوا للتاثير على جوده الحياه اللي كتقولها منظمه الصحه العالميه. فهاد لو سيرفيس هذا مجهود اللي قامت به النقابه، وبغينا ينتشر على ابعد مدى باش الساكنه تعرف ان كاين ان سيستيم دو غارد ديال لي دونتيست اللي تيكون كل ويكند وفي ايام العطل في هاد الساعه هذه اللي في هاد الحي الزمني اللي هضرت عليه. والرقم هو الا سمحتوا لي 06 08 111 211، وان شاء الله نتمكنوا من تعميم هذه الخدمه على سائر تراب جهه سوس ماسا. وللاشاره فقط، هذه المعلومات هذه متوفره في الصيدليات، ملي كتكون الحراسه في الصيدليات كتكون ايضا الاشاره للحراسه اللي كيقوم بها طبيب الاسنان المداوم في هذاك الاسبوع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.